تذكر بأنها امرأة في الثلاثين من عمرها ومتزوجة من رجل في الثمانين، وقد مرض هذا الرجل وأدخل المستشفى وخرج منه وقد أصيب بمرض في الذاكرة وأصبح كثير النسيان، وحتى الصلاة لم يعد يتذكرها. ويكثر تقول يكثر علينا من الأسئلة ويقوم بترديدها أيضا كثيرا، وأحيانا قد أغضب فلا أرد عليه أو أرد بغضب وصوتي قوي، وأنا أخاف جدا أن يكون علي إثم في ذلك مع أنني أعامله جيدا وأرعاه وأرد على الأسئلة الكثيرة الممله، فما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ وما هي نصيحتكم لمأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ورحمة الله تعالى قريب من المحسنين. وزوجك الآن قد بلغ حالا يحتاج معها إلى الرحمة والرأفة، فإذا قمت برحمته والرأفة به فإنك تستحقين بذلك رحمة الله عز وجل ورأفته. وإذا صبرت على ما يحصل منه من أذى قولي أو فعل ارتقيت إلى منزلة الصابرين الذين قال الله فيهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير. فنصيحتي لك أن تتممي إحسانك ومعروفك ومعروفك بتحمل الصبر، ومتى ذاق الإنسان حلاوة الصبر مع كونه مرا تساغه دائما. وقد قيل في الصبر: الصبر مثل اسمه مر ملاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فاصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، ودوام الحال من المحال. وأسأل الله تعالى أن نمد في عمر زوجك وفي عمرك على طاعة الله، وأن يرزقنا جميعا الصبر والاحتساب والرحمة لمن يستحقون الرحمة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أنا أشكرك على ما تقومين به حسب قولك من الرافة به والإحسان إليه وكان بحقه، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام ذلك بالصبر على ما يحصل منه، والله المستعان. بارك الله فيكم.